انا سؤالي افرض مثلا حضرتك قلت لي وانا عرفت معلومه منك بشكل مباشر انه كتير من المتطوعين ابناء المنطقه الجغرافيه ابناء الحي وابناء الشيخه طبعًا. وشرحت لي قد ايه دي حاجه دقيقه طيب انا ممكن يبقى عندي تحرج انه ابن الحي يعرف المعلومه الاسريه جدا دي اللي انا ممكن اديها للدوله اللي هتضمن سريتها بس انا عندي مشكله انه الشخص اللي قدامي ده يمكن جاري تمام. يمكن في حاجه انا مش عايزه اقولها له. احنا قلنا للمواطن انت لو ما تجاوبتش في التزام قانوني برضو احنا علينا التزام قانوني عشان تطمني وانت بتدينا البيان. البيان الفردي اللي انا باخده من حضرتك من الاسره او في المرحله الجايه في المنشاه هو سري وله اعلى درجات السريه واللي سربه من الجهاز له ايضا عقوبه 6 شهور حبس لانه مش هنديله 3 ايام خاص لان ده دي برضو ده في دي معلومه مهمه جدا في غايه الاهميه جدا علشان انا حاسه كده انه بعد التعداد كلنا هنتحبس احنا وانتوا يعني عندي احساس كده انه كل واحد ياخد باله كويس بطمن المواطن ان البيان اللي انا باخده منه مفيش اي جهه في الدوله ده مهم جدا تقدر تطلع عليه لا ضرائب ولا تامينات ولا اي جهه تقدر تهوب ناحيه باب الجهاز تسال على بيان فردي اديهم الشارع ده فيه قد ايه اديهم المنطقه دي فيها قد ايه الحي ده فيه قد ايه الشيخ ده التعداد معمول علشان كده علشان نقدر نطلع بيانات تجميعية أما البيان الفردي بقوة نفس القانون ما نقدرش نطلعه أبدا لأي جهة في الدولة ده مهم وأيضا جداً بالمبادئ جداً. الإحصائية الأمم المتحدة عندها لجنة إحصائية هي مرجعتنا الفنية هي بتطلع مبادئ 10 للإحصاءات بتاعتنا اللي احنا نمرة 5 فيها سرية البيانات الفردية مهم. لأن هي دي المساق اللي بيني وبين المجتمع لو أنا طلعت بيان الفردي بتاع الأسرة أو بتاع المنشأة بعد كده ما حدش هيرضى يديني بيان بعد كده صحيح فلذلك صحيح. البيان الفردي بيان له أعلى درجات السرية.